انا واحد القضيه في الدار، دارنا كاملين ما عندهمش مشكل في الفطور، يقدروا يفطروا بالتمر والحليب ولا التمر واتاي ولا الماء اي حاجه. الا ما نتش انا وجدت شي حاجه اللي غنبغي ناكلها انا كنبقى بالجوع، يعني هذه كنحطها في راسي. كنعس بعض المرات حتى لربعه العشيه، كنوض كنمشي كنطيب داكشي اللي بغيت انا، كيتحط فوق الطابله كناكلو غير انا. الا ما طيبت ولا ما درتش كنبقى انا بالجوع، صافي عندي داكشي ساهل. وفي الصراحه رمضان كيعجبني فيه غير ديك الجلسه مع العائله، اللي كيفاش كلشي كيتجمع، كلشي كيتجمع على الماكله، ولكن راه في نفس الوقت راه كتهضروا مع بعضياتكم، كتسولوا في بعضياتكم، حيت هذاك الشيء دابا ما بقاش. بنادم دابا حتى الماكله ما بقاتش كتجمعوا، كل واحد ولا فين كباغي ياكل، شنو باغي ياكل، يعني حتى الماكله الغدا كتلقى ماما كتحط خوك بوحدو، اختك بوحدها، فهمتي. ولكن في رمضان ما كيكونش بحال هكا، حيت كتكون نهار كامل وانت بالجوع، صافي كتجي في هذيك الوقيته كتجمعوا كاملين، هذيك هي احسن حاجه في رمضان. لا لا بصراحه انا عمري درت هذا الفعل وما نعرفش نقلدهم، وما كنعرف حتى شي وحده، حتى شي وحده ما كنعرفها كتقدر دير بحال هكا، اعوذ بالله. زعما تقدر تقول الوالده غتمشي تصلي التراويح؟ لا لا، كاملين كنمشيو نصليو التراويح وكاملين كندخلوا للجامع مجموعين يدا في يد، متوني ما كاينش هذا البسالات هذه ما عندناش.